طب علام ليه ما بيدورلكيش على سكن لوحدك؟ ريقي نشف معاه بقالي شهر يا ستي. بيقولك ايه؟ عشان ما فيش فلوس اديته الصيغه بتاعتي. ايه؟ اديتيله الصيغه؟ ايوه يا ستي. اعمل ايه؟ قال انه هياخدها علشان يرهنها، وبتمن الرهنيه ديت هيجيب البيت، وبعدين لما ربنا يفركها في وشه هيبقى يرجعها لي تاني. انت عبيطه ولا اتجننتي؟ والله ما هتشوف الصيغه دي تاني في حياتك. يا لهوك يا سيده، ليه يا ستي بتقولي كده؟ ده انا وعيتك وحرصتك وقلت لك خدي بالك منها. ليه كده؟ دي الصيغه دي علشان تحميكي، ما تخليكيش تتحوجي للناس، والدنيا مش مضمونه يا بنتي. امال انا كنت بشتري لك دهب ليه؟ ما كنت اقدر بقى اديكي مهيتك كل شهر تروحي تفرتكيها. ما انا كنت اعمل ايه بس يا ستي؟ آه هو قالها عايز الصيغه، وانا بصراحه مش طايقه اعيش في وسط الناس دول. طب وهو عمل ايه؟ ابدا ما عملش حاجه، وفاتيجي شهر اهو. والصيغه؟ الصيغه ودها للسايغ، بس لسه ما اتمنتش لحد دلوقتي. مستني ايه؟ بيقول لما تتمن. شهر ما لحقش يتمن الصيغه. انا عارفه بقى يا ستي، هو علام اللي قال لي كده. طب اسمعي يا سيده، قولي له يرجع لك الصيغه، وانت يا بنتي استحملي شويه، استحملي لحد ما يلقى لك مطرح تاني. استحمل يا ستي استحمل، انا مكتوب عليا الشقه العمر كله. معلش يا سيده. معلش يا ستي معلش. ملحق ازاي سي حمدي؟ لسه يعني برضو تعبان وشقيان في الشغل ليل نهار. يا سيده بيتعب قوي يا اختي، بس انا النهارده بقى بعتالك عشان اقول لك خبر حلو قوي هيفرحك. فرحيني يا ستي فرحيني في وسط الهم اللي انا فيه ده. حمدي هيتجوز الخميس الجاي. سي حمدي، يا الف نهار ابيض يا الف نهار ابيض، الف مبروك. بس انا بقى عايزاكي تيجي تقفي معايا. يا خبر يا ستي، عف بس ده انا اللي هشيل الفرح كله. هنعمل بقى الفرح والشادر على السطوح، ما هو وعروسته هيعيشوا هنا، وانا بقى بعد الفرح بيوم ولا يومين هسافر مع سميحه. الله، ست سميحه كمان هتكون موجوده؟ امال ايه، موجوده، ما درتيش بقت حامل. ما شاء الله ما شاء الله، يا الف نهار ابيض، الف مبروك يا ستي. بس يا عيني الوحم تعبها قوي قوي، عشان كده انا هسافر معاها. تروحي وتيجي بالسلامه يا ستي، ربنا يتمها لها على خير يا رب، وتفرحي باولادها باذن الله يا رب، ويعوض عليكي بعيل يملى عليك الدنيا يا سيده. في حياتك يا ستي في حياتك. Thank you.
ايه ده؟ مساء الخير. كنت فين لسه عادي يا علام؟ كنت قاعد على القهوة سهران مع اصحابي. قهوة؟ قهوة بعد نص الليل يا علام؟ الله، جرايه يا سيدة، هتعملي لي فيها أم علام؟ لا فوقي، أنا راجل، أخرج وقت ما أنا عايز، وأرجع لما يجي لي كيفي. كيفك ده إيه يا علام؟ أنا مش قادرة أفهم يا أخي، تطلع إيه القهوة دي اللي طلعت لنا في المقدر جديد يوم بعد التاني؟ الله، أنا حر. لا ما أنتش حر، أنت متجوز وأنا مراتك، ومن حقي أعرف أنت بتروح فين، ولما تحب تتأخر تقولي إن أنا هتأخر الأول. خلاص يا مراتي، اهمادي بقى لحسن، انا مش ناقص من اهدى. علام انا عايزه صيغتي. علام ايه اللي مش انت اللي قلت ننهرها علشان ندور على مطرح تاني؟ بقول لك انا عايزه صيغتي. علام هي فين؟ انت بتخونيني يا سيده؟ لا يا سيدي، بس اهو بقى طلعت في دماغي وعايزه صيغتي. خلاص هنزل اجيبها لك دلوقتي، اما يطلع صبح بقى اذا كان هيطلع ابقى اروح اجيبها لك، وتخمدي بقى نامي عشان انا كمان انام. الله. ماشي يا علام ماشي. مساء الخير يا خال. يسعد مساكي يا دناي. اديني الجبنه لسيادي واولاد سيادي. معاكي حق، غلبانة وملكيش بخت. بخت، البخت راح من زمان، من ساعة ما سبت الجماعة اللي كنت عنده. أنا قلت اتستت قال. ما انت وقعتي في ايد الولية المفترية يا ضنايا يا بنتي. صعبانة عليا؟ ما يصعبش عليكي غالي يا خال، ما هي الدنيا كده، ناس تزرع الشوك وناس تانية مكتوب عليها تمشي عليها. عندك حق تنقهر كده يا بنتي، ما هي عاملة مهببة زي وشه الخسيس. تتكلمي عن مين يا خال؟ هيكون مين يعني؟ هو في خسيس غير جوزك؟ علام؟ ماله علام؟ عمل ايه؟ الله، جرى ايه يا بيت؟ امال انت مقهوره ليه؟ انت ما تعرفيش ان علام اتجوز عليك يا سيده؟ يا مصبتي بتخرفي تقولي ايه يا وليه؟ انت مين اللي قال الكلام ده؟ هو يعمل العامله ويداري عليكي؟ شفت الراجل وندلته؟ طب ما انت مصيرك هتعرفي. اعرف ايه واتجوز مين الطاي؟ اتجوز سعاد بنت الشيخ التهامي وفتح لها بيت في امبابه. انت متاكده من الكلام ده؟ ايه اللي متاكده؟ دي الناس كلها تعرف. يا مصدق يا سيده، يا مصدق يا سيده، يا مصدق يا سيده. مالك يا سيده؟ في ايه يا سيده؟ انت يا وليه انت عارفه ان ابنك اتجوز عليا؟ وما يتجوزش ليه يا اختي؟ ان شاء الله يتجوز الثالثه والرابعه عشان يشعلي لك نار. بس عليك يا علام، استغفر الله العظيم. ده انا اللي هشعل لها نار في البيت ده الليله دي. يا وليه يا مفتريه يا اللي رجلك والقبر. هي حصلت يا خدامه يا شحاته، لكن الحق مش عليكي، الحق على الرطع اللي قويكي في بيتنا. بيتكم ده انا هصور فيه قتيل الليله دي قبل ما اسيبه. اسيبي يا الف نهار مبروك، يا الف نهار ابيض. يلا يا حبيبتي الباب يفوت جمل. ايه في ايه مالكو؟ ايه الخناق ده؟ صوتكم جاي بالشارع، هو في ايه؟ انت اتجوزت علام؟ مين اللي قال لك الكلام الفارغ ده؟ امال تطلع مين سعاد بنت الشيخ التهام يا علام؟ سعاد قول انت تطلع مين الولية دي؟ الولية دي تبقى مراته كمان، هتحرميه من الجواز؟ ده شرع الله يا اختي. يعني تاخد صيغتي وتبيعها وبفلوسها تتجوز عليا يا كبير؟ ايوه، اتجوزت سعاد بنت الشيخ التهامي، انت عايز ايه؟ وكمان تفتح لها بيت بالفلوس اللي قصد صيغتي. صيغتي؟ فلقتينا بصيغتك دي. شقة عمري يا
صعبي يا نصاب يا نصاب يا نصاب يا نصاب يا نصاب يا نصاب يا الفجر سيب البيت ده دلوقتي حالا هي لسه هتستنى الفجر سايبها لكم مخدره الحمد لله ربنا تاب عليا غوري في 60 دهر حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل اروح فين بس يا رب اروح فين ست فاطمه زمانها سافرت بنتها بس يا حبيبي ربنا يهنيها وعروسته اروح فين ما بقاش ام جلال لو ما كنتش اخلي الذهب مليكي من راسك لرجليكي لو عوزتيني اسألي علي على باب الوزير لا يا أم جلال لا السكة دي لا السكة دي لا السكة دي يا ساتر يا رب يا نهار اسود شيل معاه يا عثمان عايز اتكلم في التليفون اتفضل يا فندم انا عجزت لسيادتك اوضه 17 في الدور الثاني لا لا انا عايز جناح احسن جناح عندكم تحت امرك يا فندم الو انا اسف يا هانم على الازعاج بالليل كده انا عطيه المواردي اديني الدكتور عبد الفتاح من فضلك بسرعه ايوه دكتور الحقني على المستشفى عملنا حادثه بالعربيه والمصابه حالتها وحشه قوي ولا أهلك عاملين إيه دلوقتي لما يلاقوك ما رجعتيش لقرب الفجر لا 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 يا عطية بيه أنت كده متوتر وقلق نفسك زيادة عن اللزوم ثم ما تنساش يا راجل إن صحتك ما تسمحش بكده طب هي هتفضل غايبة عن الوعي كتير كده يا دكتور أولا هي مش غايبة أبدا أنا مديلها حقن تنيمها وتهديها علشان الألام بتاع العظام لا تقلقها ولا تتعبها وبعدين دي هتفضل كده لغاية الصبح وبعدين سيادتك بقى مفيش داعي تقعد لازم تتفضل تروح وتستريح وتجينا بكرة الصبح في حدود 10-11 هتلاقيها صحيت وزي الفل بس افرض صحيت وكانت تعبانة ولا عازت حاجة أنا دكتور يا عطية بيه ولما أقول لك مش هتصحى يعني مش هتصحى ولو فرضنا يا سيد إنها هتصحى إيه يعني دي مستشفى يعني فيها ممرضة سهرانة وفيها دكتور نباتشي وبعدين أنا موصيه قايله لو حصل أي حاجة يتصل بيا في البيت وبعدين أنت عشان راجل مريض لازم تستريح أيوة مريض بس مش مصاب تصور دي لو فتحت عينيها ولقت نفسها في مستشفى ولوحدها ومفيش حد من أهلها جنبها دي كان يغمى عليها من الصدمة والمفاجأة على فكرة أنت راجل طيب زيادة عن اللزوم يلا بينا تعال تعال يا عطية بيه انت لازم تروح عشان تنام وتستريح وانا كمان عايز استريح ارجوك اعمل معروف اعمل معروف انت يا فتاح وخلي بالك منها ارجوك عينيا الاثنين حاضر يعني اطمن اطمن يلا يا عثمان يلا يا صاحبي في ايه يا حاج معقوله الفجر انت شغلتني عليك اسكت يا ابراهيم
أصلنا عملنا حادثة بالعربية. حادثة؟ حصلت حاجة قبل الشر؟ ما حصليش أنا. عثمان يا سيدي ما لحقش يضرب فرامل في الوقت المناسب. بصينا لقينا بنت غلبانة في وش العربية، أم طوحها في وسط الشارع. لا حول ولا قوة إلا بالله. وجراها حاجة يا حاج؟ طبعًا. عظمها كله دشدش. لكن صحية وبتتكلم يعني. لا صحية ولا بتتكلم. لكن برضه يا حاج كان لازم برضه تديني تليفون. انت عارفني بقلق عليك من الهوا. ربنا ما يحرمني منك يا ابراهيم، ده احنا عشرة عمر. طب حضرتك قوم اوضه النوم بقى، اقلع هدومك وانا هجيب لك العشاء هناك. لا 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 مش هقدر اتعشى، انا ماليش نفس. انت بس هات لي الدواء، انا هقعد هنا شويه. لو دخلت السرير دلوقتي مش ممكن هيجي لي نوم وانا قلقان بالشكل ده. حاضر يا حاج. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والسر يا رب على البنت المسكينة دي. مساء الفل يا بابايا. أني مسا وأني فل اللي بتقول عليهم؟ قصدك تقول صباح الخير. صح معاك حق، انت قصدك تقول لي يعني بس بطريقه ظريفه اني اتاخرت شويه، مش كده؟ شفت ابنك بقى بيفهمها وهي طايره ازاي؟ ولا فهمتها ولا حاجه لاني ما كنتش هقول لك كده. معقوله؟ مش عادتك ليه بقى؟ عشان عارف انك كل يوم طبعا قبل ما بتروح لازم تفوت تصلي الفجر في الجامع. ايه بس يا بابايا؟ قصدك يعني تكسفني وتأنبني؟ ويا ريته كان بينفع، كان زمانك دلوقتي مدير شركة ولا اتنين من الشركات بتاعتي اللي بيديرها الناس الغرب. ما هي هانت اهي يا بابايا. هانت فين يا ابني؟ ده انت السنة بتاخدها في تلاتة، بقالك ست سنين في سنة تانية. تفتكر ربنا هيديني عمر لغاية ما اشوفك ببكالوريوس التجارة اللي بحلم لك بيه وانت ولا سائل فيه؟ طبعا طبعا، بس انت بس قول ان شاء الله. ما كل شيء يا ابني باذن الله طبعا، بس في دي بقى ربنا مش راضي يأذن بيها. لا خلاص ربنا اذن بيها اهو ووراني السكه الصح. وهو ده الموضوع اللي كنت عايز اكلم حضرتك فيه واديك سبقتني. موضوع؟ ما شاء الله. طب قول يا سي موضوع. لا بابايا انت كده بتبحترني في الكلام، وبعدين ده موضوع مهم وعايز تركيز. اصحالي بقى كده وانت هتنبسط مني قوي جدا خالص. يا اخويا اقول وخلصني. انا لقيت ان احسن حاجه اني اسافر اخد البكالوريوس ده من اوروبا. اوروبا؟ يا سلام، اشمعنى؟ ايوه من جامعه جبت اسمها في لندن، وهي الكباريهات اللي هنا خلصت خالص. رايح تدور على كباريهات اوروبا؟ اتفضل يا ابراهيم، ادي الواد اللي ربنا رزقني بيه بعد بنتين وكنت فرحان وقلبي مزقطط وسميته مبروك. قال مش كفايه سميتني مبروك؟ كنت خدت رايي في الاسم الغريب ده؟ حسام ماله؟ طارق وحش؟ خالد كخه؟ هل مبروك قال؟ رد يا ابراهيم، عشان يا ابني دايما تبقى مبروك ان شاء الله. لا مؤاخذه يا مبروك، قطعنا كلامك. قول كمل. هو احنا كنا وصلنا لحد فين؟ لحد كباريات اوروبا. لا 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 يا بابايا، انت النهارده مش في المود خالص. الايه؟ المود. ويطلع ايه المود ده؟ قصدك ايه يا هلا؟ قصدي يعني انك مش صحيلي كويس. بالعكس، ده انت مشكلتك معايا اني صحيلك كويس قوي، بس يا خساره صحيت لك واخري بعد ما خلاص بصت والسكه تاهت منك. ليه كده بس يا حاج؟ انت صعبان عليا يا ابني. عارف انا لما جيت الدنيا لقيت اني لازم اتعب واعرق واطفح الدم وكافح عشان اجيب فلوس، لكن انت لما جيت لقيتها موجوده
طب هتعمل ايه بحياتك بقى؟ هديك بكافح برضو عشان تبعترها. شايف يا عم ابراهيم؟ يرضيك الكلام ده برضو؟ تعرف بعد ما اموت الف بعد الشر عليك يا حاج، ربنا يديك طول العمر والصحة. كل اللي هتورثه مني هتضيعه في سنة واحدة وبعدين تدور تشحت، لأنك ما انتش عارف قيمة الفلوس. مش انت اللي تعبت وشقيت عشان تجيبها. عارف انا لو سمعت كلامك هتخلص على كل اللي حلتي وانا عايش ودراش حتى تمن علاجي، ويمكن اطب ساكت جنبك عشان مش لاقي تمن الدواء. اعمل معروف يا حاج، شدة الاعصاب دي مش كويسة علشانك. وانا كان جالي القلب ولا العيال مر دل بسببك، وكمان عايز تسافر لي برا؟ والله انت ما عندك ريحة الدم. وبيا ابني روح قطك دلوقت، قوم، مش معقول اللي بتعمله في ابوك ده. هو انا يعني عملت له حاجه؟ ايوه يا ابراهيم معاك حق، انا اللي غلطان، وانا هنفعل على حته واد ما عادش منه فايده، وفي الاخر يمكن اروح فيها بسببه. لا انا مش هرد عليه، خساره فيه. هات لي كوبايه اللبن والدواء. حاضر يا حاج. صباح الخير. صباح الفل. وشك حلو عليها قوي يا عطيه بيه، اهي ابتدت تفوق اهي. معلش ما تخافيش، اطمني انت كويسة جدا جدا. صحيح احنا في مستشفى، انما كله هيبقى تمام التمام. مستشفى؟ دراعي ورجلي، رجلي الحادثة. ابدا ابدا يا بنتي، انت بخير. رجلك كويسة جدا يا بنتي، دول شوية جبس وبعد شوية هنفكهم ان شاء الله. الحمد لله يا بنتي كانت سليمة، بركة في الدكتور عبد الفتاح، هو اللي أسعافك وقام باللازم، وإن شاء الله هتخفي وتقومي. مش قادرة أحرك دراعي، مش قادرة أحرك رجلي. لا هتحركيها إن شاء الله، بس اطمني الوقتي أنا عايزك تساعدينا وتاكلي كويس قوي عشان تسترد صحتك. ووصيت لك على فطار بس عن شرط، لازم تاكليه كله ما تخليه سنتوفة. ايوه بنتي اسمعي كلام الدكتور وما تخافيش، انا مش حسيبي غير لما ترجعي زي الاول تمام. وبالمناسبة كتبت لك شوية مقويات وفيتامين وكالسيوم وحقن، والحقن بالتحديد علشان سريعة في العلاج. بالمناسبة بقى انا مضطر اسيبكم علشان عندي مريض لازم ازوره، لو احتجتوني ابعتوا لي الممرضة. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز منك بقى تديني عنوان بيتك علشان أروح لأهلك وأطمنهم، على الأقل يعرفوا أنتوا كنت بيتة فيه، مش كده ولا إيه؟ يلا مليني. مليش عنوان. ملكيش عنوان؟ يعني ايه؟ ملكيش بيت؟ امال اهلك ساكنين فين؟ جرايه يا بنتي انتي بتكلميش ليه؟ اتكلمي علشان افهم. مليش عنوان ولا بيت ولا حد ابدا. امال كنت ساكنه فين ومع مين؟
انت مش متجوزة؟ كنت. وبعدين؟ طلقت قبل ما اقابل حضرتك بخمس دقايق. ما عندكيش اولاد؟ طب فين والدتك واخواتك ووالدك؟ طب قبل ما تتجوزي كنت عايشة مع مين؟ يعني باختصار انت مقطوعة من شكرا. أيوة يا بي، مقطوعة من سكر. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب أنت كنت رايحة فين في نص الليل ساعة ما حصل اللي حصل؟ كنت مطرودة، مطرودة من بيت جوزي. كنت بسأل ربنا يبعت لي الفرج. اسمعي يا خدمتك سيد ابي. عاشت الاسامي يا سيد. لازم تعرفي ان انا المسؤول عن كل اللي حصل لك، وربنا يقدرها ان شاء الله وعرضك خير. معقولة ساعة البيل الكلام ده؟ معقولة؟ والله ما يرضي ربنا. جرايا ابراهيم، تقعد عند البنت العيانة دي لآخر الليل وما تاكلش من ساعة الفطار؟ صحتك ما تستحملش الكلام ده يا ساعة البيل. اسكت يا ابراهيم، البنت ملهاش حد ابدا، وانا المسؤول عن كل اللي حصل لها. دي غلبانه ووحدانيه. بس انت ما كلتش. كلت يا اخي، كلت في المستشفى. هو اكل المستشفى ده اكل؟ انت بس بتنسى نفسك قوي. انسى نفسي ده ايه؟ ما انا كويس اهو. بقول لك البنت ملهاش حد ابدا، لا اب ولا اخ ولا زوج. تعمل ايه دي؟ الحمد لله اللي ملهاش حد. الناس اليومين دول وحشين قوي، ولو عرفوا انك راجل متيسر هيجروا وراك ويطلبوا منك الشيء الفلاني. يبقى احنا بقى لما نعرف ان ملهاش ناس نكون احنا ناسها ولا ايه؟ اديك بتعمل الخير والحمد لله، انت راجل قلبك كبير قوي. والله يا ابراهيم انا مرضيت اسيبها الا لما تنام. ايه ده يا عم ابراهيم، كله بيض وجبنه مفيش لحمه؟ لحمه؟ اللحمه في الغدا يا حبيبي، هيبقى فيه لحمة وفراخ وسمك، في عندنا خير كتير، بس في الغداء إن شاء الله. معلش يا حبيبي، كل بيض دلوقتي البيض مغذي. عم إبراهيم هات لكل واحد فيهم كوباية عصير. من عينيا حاضر. يلا حبيبي مع أختك. أهلا أهلا يا صفية، أهلا أهلا، إزيك يا حبيبتي؟ وحشاني قوي. أهلا يا حبيبي، أهلا وحشتوني، أهلا أهلا أهلا، ازيكم؟ يلا على السندوتشات، يلا مع بعض. انت عامله ايه؟ الحمد لله. اهلا يا برنس. اهلا بيك يا صفيه. الله، امال فين جوزك؟ بيركن العربيه وجاي ورايا. اوعى يكون جايبكم في حنطور من حناطيره. لا عيب يا برنس، ولو ان الاوتوموبيل ما بقاش من مقامنا عايزين نغيره. بقول لك ايه يا صفيه، خف شويه على ابوكي. انا اللي خف يا سنيه، ولا انت اللي على مهلك عليه شويه؟ حرام عليكي، ده انت ماسكه الراجل عصر. ارحميه، ده برضه ابوك. طب بس بقى يا احسن، ده نازل اهو. يا اهلا يا اهلا يا عمي، اهلا. استغفر الله العظيم. ازيك يا سنيه؟ ازيك انت يا بابا؟ وازيك انت كمان يا صفيه؟ ازيك يا بابا؟ صباح الفل يا معلم، صباح اللبن الحليب يا معلمنا كلنا، صباح القشطه يا معلم كل معلمين مصر. طب بس 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 يا معلم، همبكه. طب وليه همبكه دي يا عم؟ ما هو اللي بتعمله ده اسمه همبكه يا وحش. الله 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 الله، لا ده انت باين عليك زعلان مني قوي. وبعدين ايه الجمهه وحش دي؟
مش انت عامل اللي سميتني البرنس ولا عايز ترجع في كلامك؟ جوزك فين يا صفيه؟ اهو جاي اهو يا بابا. منور والله يا عمي، والله منور. انت اللي منور يا حنتيره. يو يا بابا، حنتيره تاني؟ ما انت خلاص غيرت له اسمه وسميته حموده. الاسماء الغيره دي قدام الناس بس، لكن عندي انا بقى هيفضلوا طول عمرهم ده الوحش وده حنتيره بتاع الكارو. يو يا بابا تاني الكارو يا بابا، ما انت خلاص غيرت له عربياته كلها وجبت له بدلها اسطول حنطير. طب بس بس بلاش غلبه. اهلا 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 بحبايبي الحلوين. اهلا 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 اهلا. حاضر حاضر المعلوم. اتفضل يا حبيبي. يلا يلا بقى اجري اجري، وانت كمان وانت كمان اجري وانت كمان. خد يا حبيبتي يلا ورا يلا. كل مره نيجي على امل انه هيتكل قريب نلاقيه زي الفل ومصحصح اكتر مننا. ده الظاهر علينا ويدفننا كلنا. دفننا ايه يا جدع انت؟ انت مش شايف الادويه والبلابيع اللي عمال يبلبعها ليل ونهار؟ ده خلاص رجليه والقبر. قبر؟ ما هي البلابيع دي اللي بتطول العمر يا مغفل. تطول العمر؟ امال انت فاهم ايه؟ انهار زي بعضه. ايه ده يا بابا؟ انت بتدي ولادي زي ولاد صفيه بالظبط؟ طبعا هما مش زي بعض، كلهم احفادي. معقوله يا بابا؟ يعني ده يرضيك؟ طب ده احنا حتى مسميين ولادنا على اسمك بالظبط، عطيات وعطيه الصغير. شايف بقى عظمتك؟ وعطيات يعني عطيه بس بالبناتي. تمام كده معليك؟ بالذمه بقى مش نبقى محتاجين نظره عطف؟ ما هو انا كمان مسميه ولادي التلاته من اسمه، ربنا يبارك لنا فيه يا رب. عطوه وعطله وعبد العاطي، اهو ده بقى اللي محتاج له نظره عطف. نظره عطف ايه يا بت توهي؟ انتوا بتجروا باسمي وعايزين ندفع الثمن كمان؟ الله ما تختش يا بت توهي. يا عيني علينا يا بابا، اهو انت دايما كده تسيء الظن بينا. امال بقى لو قلت لك اني عايزه اجيب اوتومبيل جديد، يعني خايفه عقلك يقول لك كده ولا كده؟ ليه؟ والاوتومبيل بتاعكم ماله يا صفيه؟ خلاص يا بابا ادم. دي عربيه بكار جايبها لكم قبلها سنتين. وهم السنتين دول قليل؟ شوف البني ادم بيعيا كام مره في السنتين دول. مش حال بقى حته عربيه عمالين نركبها وندهوس فيها. طب وانت يا حنتيره رحت فين؟ ما تغير لهاش الاوتومبيل ليه؟ قلت له، قال لي امكانياتي ما تسمحش واستني عليا شويه. والله يا حنتيره معاه حق. جوزك ده عاقل وحكيم، اهو ده وسلكه في العربيه سنتين كمان وبعدين نبقى نفكر. حقه بابا وجوزك الاتنين عندهم حق يا صفيه. وبعدين بابا هيلاحق على ايه ولا ايه؟ ده لسه وراه حاجات كتيره قوي، وخصوصا بعد ما ولي العهد الجديد فاضل له كام شهر ويجي. يجي بالسلامه ان شاء الله. الف نهار ابيض يا سنيه، وهتسموه ايه؟ استني اقول لك انا. قول يا جد. سموه عطعوط. الله، عاشت الاسامي، عاشت الاسامي يا سيدي المعلمين. ربنا يتمم بخير وتشوفه بيجري كده تحت رجليك. ربنا يدينا طولة العمر. عرفت بقى انا بقول لسه وراك كتير ليه يا بابا؟ اطلبي يا روح بابا. دي حاجه بسيطه قوي. اللي هي ايه؟ فيلا. ايه؟ فيلا صغيرة يعني، طبعا مش زي بتاعت جده، يعني حاجة تسعنا كده يا بابا. انت عارف ان الشقة عندنا يا دوبك واخدانا، وبعدين لما يجي عطعوط اكيد هو كمان عايز له أوضة. وبعدين انت عارف بقى يمكن ربنا يكرمنا بمين تاني، عطاعت ولا عطعيته ولا عطعط. مش معقول بقى كل شوية هناخد شقة اكبر من التانية. ايوه 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 معاك حق. وعلى بال ما تجيبي بقى كل العطاعيط بتوعك دول يكون ربنا افتكرني. بعد الشر عليك يا بابا. بعد الشر عليك يا بابا، ليه بتقول كده بس؟ ربنا يديك طول العمر يا عمي. ربنا يخليك لينا وتعيش وناخد من خيرك يا سيدي المعلمين. ما هو خيري هو اللي بقولكوا عليه. ما انا لما ربنا هيفتكرني خيري ده هيبقى ملككوا كلكوا.
ويمكن عطعيط يعيش في الفيلا دي كلها. معقولة يا بابا؟ بقى دي سيرة تجيبها؟ بقى احنا جايين نبشرك ونبسطك تقوم تنكد علينا؟ لا ابدا مفيش داعي للنكد. عن اذنكم عشان انا لازم اتكلم